السادة المشاهدين ضربة البداية تأتي في هذه اللحظات وينطلق اللقاء وتنطلق متعة مباراة اليوم وأيضا الانتظارات من مباراة اليوم من مواجهة اليوم أي الفريقين قادر على تحقيق النتيجة المرجوة. الجولة رقم 18 نذكر أيها الأحبة الكرام السريع واتزم تعادل مع فريق أولمبيك أسفي بواحد الواحد. المولودية الوجدية انتصر على فريق الكوكب الرياضي مراكشي في مباراة يمكن نقول بأنه كانت سد حقيقي بين المولودية والكوكب الرياضي مراكشي. المولودية يخرج من الامتحان ناجحا بعد هدفي توفيق جروت وسفيان كركاش. ثم المغرب التطواني يتعادل أمام اتحاد طنجة تعادل في ديربي الشمال. المباراة القوية بين الجارين بين تطوان وطنجة. شباب الريف الحسيمي انتصر على فريق أولمبيك خريبكا. الفريق الحسيمي بعد ممكن نقول ما خد عصير في المكتب المسير استقالة جماعية يعود الرئيس ليقود فريق شباب الريف الحسيمي رقة بيدرو بن علي لتحقيق ثلاثية قوية أمام الفريق أولمبيك خريبكا وأبناء المدرب رشيد الطوسي. إذن مباراة اليوم الرجاء في مواجهة يوسفية برشيد كانت قراءة في البداية للجولة رقم 18 وحنا نتابع هذه الكرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي مباشرة في اتجاه التماس. البداية التي يبحث من خلالها فريق الرجاء لضبط سيطرته وقوته في مواجهة اليوم بعيدا عن المركب الرياضي محمد الخامس وهنا بملعب الأبجيكو. كرة مبية ولكن مباشرة عند أنس سميتي. البداية والمحاولات الأولى التي بإمكانها أن تحمل الجديد سنتابع إلى أي حد بإمكان الطرفين معنا المقدمة أداء رائعا يستحق الإشادة من الجماهير الحاضرة في المدرجات وأيضا الجماهير التي تتابع عن كثاب. كرة ممتازة مبية محاولة يسوي برشيد التصويب ولكن في آخر مطاف تضيع هذه الكرة تضيع فرصة مواتية من أجل التصويب المباشر أمام التغطية الجيدة من جانب الدفاع وإبعاد للخطورة. نعم إذن هي اللحظات الأولى نتابع الكرة ملعوبة على مستوى خط الوسط. نيسي محاولة الانطلاق والاختيار دائما للجهة اليسرى مكان تواجد عمر بطيب. الانطلاق عن طريق من عن طريق محمود بن حليب. أمامية تغطية من جانب الدفاع لإبعاد الخطورة وأيضا لإنهاء هذه المحاولة الهجومية. رجعت الكرة من جديد لعناصر فريق الرجاء الرياضي على مستوى خط الوسط. وطيب الجهة اليمنى النشيطة من جانب الرجاء في محاولة من أجل الانطلاقة وفرض السيطرة ويبدو أن هنالك محاولة فريق اليوسفية برشيد كان بإمكانها أن تحمل أيضا الخطورة على معترك فريق الرجاء الرياضي. بوطيب يلعب كورتو على مستوى خط الأيمن لعمر بوطيب الدعامة المهمة 24 سنة من الجهة اليمنى كرة من جديد رجاوية فرصة دخول داخل منطقة الجزاء. آخر مطاف يدخل الحارس محسن ياجو. محسن ياجو صاحب الاختراقات العديدة ونشاهد هنا الطريقة ديال التمرير من سفيان الرحيمي. محسن ياجور محاولة من أجل المرور ولكن في آخر مطاف كانت التغطية والتدخل من جانب أمين أبو الفتحة. كرة ملعوبة من جديد لصالح فريق الرجاء الرياضي. أيوب نناحي يحاول يغير من الكرة للجهة اليمنى هنا محمود بن حليب. بن حليب رجع كرته الخط وسط نياسي ما يتصرعش يرجع الكرة للجهة اليسرى. الأداء من جانب الطرفين كيحاول كل طرف انه يرفع من ايقاع من ريتم مباراة اليوم. وغادي نتابعونا كرة ملعوبة في الجهة اليسرى محاولة امامية على حافظي بعيدة بعض الشيء ما تمكنش من الحفاظ على الكرة ديالو بشكل مناسب وبالتالي ضاعت له الكرة الماضية كتمشي للتماس. اذا هي بدايات هي المحاولات الاولى بين الطرفين. لقاء لن يكون سهلا على اعتبار ان كل فريق محتاط من الفريق الاخر ونذكر ان مقابلة الذهاب بين الناديين مع انتهت بثلاثة ديال الاهداف جوج ديال الاهداف من توقيع فريق الرجاء الرياضي مقابل هدف واحد من توقيع فريق يوسف البرشيد. بن حليب سجل الهدف الاول في الدقيقة الثامنة من عمر المنافسه وبالتالي 8 ديال الدقائق الاولى عرفت انطلاقه ديال المسلسل التهديفي. حنا نتابعوا الكره محاوله التمرير الجانبي ولكن هنالك تغطيه رجعت من جديد وفي اخر المطاف صوب التماس. نعم جوج ديال الهدف من قبل هدف واحد من ملعب البلدي برشيد. كره اماميه مباشره صوب الزاويه. محسن ياجور كابيتان هو العميد يبحث عن كورته في الخط الامامي يقود الرجاء في مواجهه اليوم وطموحات الأخضر يبدو أنها لا تعرف حدود. شادلي حسين شادلي يحاول ما يمكن يبعد الخطورة
الحارس الذي يؤمن لمرمى فريق يوسف برشي. الكرة ملعوبة من الجهة اليسرى من جديد عبد الله الحفيدي، دخول داخل منطقة الجزاء، ضاعت الكرة الماضية تعود مرة أخرى. بوطيب يرفع كورته، هذه أمامية ومحاولة للاستخلاص والوصول كرة من ياسي، ولكن يبدو أنها بعيدة بعض الشيء، لم يتمكن من إيقاف إبراهيم بالشكل المناسب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. السنغالي الذي سبق له أن خاض تجربة بفرنسا رفحت فريق نانسي في مال الجماهير في المدرجات، تفعل الإبداع الإمتاع، الصورة الغاية في الروعة التي تأتيكم من ملعب اللابشيكو، إبداع خاص من جماهير الرجاء التي حضرت ولبت النداء وقدمت اليوم لإعطاء صورة خاصة تدعيما لفريق الرجاء الريالي في مواجهته أمام فريق يوسف برشيد، قمة من قمم الجولة رقم 18 حينما يلتقي الفريقان الناديان الباحثان عن ثلاث نقاط لتأمين دائما المراكز الطالعة. هنا نتابعوا للكرة، كرة من بوطيب، تمريرة جانبية ولكن مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. المركز الرابع للرجاء الريالي بعد 14 مباراة فقط. يخوض الرجاء الريالي بواجهته اليوم رقم 15 في الدوري الاحترافي على اعتبار أنه خاض فقط 14 مقابلة. صحيح أننا وصلنا للجولة رقم 18 في المباريات ناقصة، كرة أمامية ولكن مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. الرجاء استد انتصارات، استد التعادلات، جوج ديال الهزائم، ويعتبر الفريق الوحيد في الدوري الاحترافي انتصارات المغرب الذي انهزم مباراتين فقط. شوف الجماهير في المدرجات ماذا تفعل، ابداع خاص ومتعه متواصله. مدرجات ملعب لابشيكو التي تاتي بحناجر لم تقف منذ انطلاقه المباراه وهي تساند الاخضر في هذا اللقاء. كره ملعوبه في خط الوسط، يقول الحكم هنالك خطا، نعود للنقاط ومسلسل النقاط. الرجاء كما قلت 24 نقطة يناصب بذلك عدد نقاط يوسفية برشيد وأولمبيك سفي، فالفريقان معا بنفس عدد النقاط فيما اليوسفية بفارق الأهداف فقط. اليوسفية خاض 16 مقابلة، الرجاء خاض 14 مباراة. اليوسفية عنده اليوم مباراة رقم 17 والرجاء عنده اليوم مباراة رقم 15 في الدوري الاحترافي انتصارات المغرب. اليوسفية عنده 7 انتصارات، 3 تعادلات و6 هزائم، وبالتالي يحصل على 24 نقطة في سلم ترتيب الدوري الاحترافي انتصارات المغرب. أقول أنها مباراة قمة تجمع الفريقين على اعتبار أنها تهم أعلى الترتيب والبحث لمواصلة المطاردة. الوداد الذي يبدو أنه وصل للنقطة رقم 33 بعد أن خاض 16 مقابلة. الوداد الذي فاز في 10 مباريات و3 تعادلات وحقق وانهزم في 3 مباريات، يعني طموحاته كبيرة، طموحاته كبيرة. كرة ملعوبة ليوسفية برشيد على مستوى خط الدفاع، الآن الانطلاقة الهجومية والمحاولة من هشام التيك، إمكانية التمرير وتغيير الاتجاه لمحمد الفقي. الفقي كرة ممتازة في الخط الأمامي، تمشي من فارس برشيد الممتاز الذي يبحث عن بداية لتحقيق إمكانياته الخاصة وبلورة إمكانياته الخاصة بشكل مناسب. كرة مالية مباشرة عند سميث يتمكن من كورتو. هذه الدقائق الأولى من عمر اللقاء والمحاولات والإمكانيات والطموحات والرغبة للوصول إلى شباك أحد الطرفين، يا أنس سنيتي أو الحارس حسين شادي. كرة في خط الوسط لبرشيد، يا سلام على الإبداع في المدرجات، يا سلام على الإبداع في المدرجات. صوت الجماهير يمكن أن نقول أنه لم يقف إطلاقا قبل وأيضا أثناء انطلاق هذه المواجهة. متعة كرة القدم مستمرة على أرضية الملعب وفي مدرجات ملعب لابشيكو. كرة ليوسفية برشيد، لبرشيد يبحثون عن انطلاقة الهجومية، يبحثون عن انطلاقة هجومية. أتذكر سعيد الصديقي كان يطلب من زملاء صحفيين في إحدى الندوات الصحفية البحث عن تسمية تليق يوسفية برشيد، عن اسم خاص ينادى به فريق يوسفية برشيد على غرار الأندية الأخرى، وأعطى أمثلة عديدة عن بيئة رجاء العالمي، وداد الأمة، فارس البغاز، طنجة، وبيئة العديد من الفرق، الجيش الملكي أيضا الزعيم، هكذا هي المسميات. وكان يقول وصلنا لوقت نحتاج إلى تسمية خاصة لفريق اسمه يوسفية برشيد. علي نتابع الكرة ملعوبة من الجهة اليسرى، محاولة والحكم يقول كرة لعناصر فريق يوسفية برشيد. صور جميلة جدا
صور جميلة جدا وتسويق رائع جدا للدوري الاحترافي تسالة المغرب. كرة في خط الوسط، إمكانية المرور من جانب نناح، نناح يغير يلعب كورته الجانبية، دخول داخل منطقة الجزاء، يمشي يجور، يبحث يجور، يمرر يجور، وهو سفيان رحيمي يضع الكرة في المرمى معلنا على الهدف الأول. 1-0 في الدقيقة 10، 10 دقائق نص، سفيان رحيمي اختفى الكرة ويغير مسارها ويضعها في الشباك. حسين شادلي لم يتمكن من إيقافها. 1-0 للرجاء، هذه الرجاوية، كرة ملعوبة من أيوب نلاحة، تمريرة مشات على مستوى الخط الأمامي، الرحيمي يغير كورته نحو محسن يشور، تمريرة جانبية وإنهاء الكرة لل 21 سفيان رحيمي يضع في المرمى معلنا عن هدف أول في مقابلة اليوم. أي هدف بأي طريقة من خلال كرة جانبية خاطفة. الرجاء يسجل الهدف رقم 25 في الدوري الاحترافي اتصالة المغرب. هذه البداية ومازال في لقاء اليوم يعد على الأقل بالفرجة والإثارة والتشويق في غياب البياض على مستوى التهديفي. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، ردة فعل يوسف برشيد، هل تأتي أم تتأخر؟ هذا كارتيرون السعيد، هذا هو المدرب السعيد باتريس كارتيرون. نتحدث عن الفرنسي ذو 48 سنة، نتحدث عن المدرب الذي وصل وجال أيضا في الأندية العربية رفقة النصر السعودي، رفقة أيضا الأهلي المصري، وكانت له أيضا تجارب عديدة هذا المدرب الفرنسي قبل أن يوقع في كشوفات الرجاء وأن يكون مدربا للرجاء الرياضي. ضربة خطأ ونتابع هذه الكرة. محمد أمين سادل يلعب هذه الكرة أمامية، التصويب عن بعد قد يحضر، نعم يهيئ نفسه، ولكن يونس رشيد تأخر بعد الشيء. كرة ملعوبة ليوسف برشيد، إمكانية المرور، البحث عن التصويبة ممتازة، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. البداية عتيق شهاب وطموح التركيز ووضع الكرة في المرمى يغيب في الكرة الماضية. 36 سنة لا زال قادرا على العطاء وإمتاع وتقديم أشياء عديدة في كرة القدم وفي الملاعب الوطنية. العفو اتحاد طنجة، رجاء بني ملال، شباب قصر التادلة، المغرب الرياضي فاس وغيرها من الأندية. سعيد صديقي يعلم جيدا أن مواجهة اليوم للرجاء ليست بالسهلة، ولكن طموحاته كبيرة، يثق في المجموعة، يثق في التركيبة الشابة ذات الطموح والتي تعمل بصمت بمدينة برشيد. نعم عندهم فريق شاب حافظ على تركيبته، على أسماءه، على ناسه، على من ضحوا بالغالي والنفيس من أجل قميص فريق يوسف برشيد، وبالتالي لم يغير كثير في تشكيلة هذا الفريق. نعم هذه كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، يوسف برشيد وردة الفعل، والدقائق الأولى من عمر اللقاء، من عمر هذه المواجهة. 13 دقيقة، 1-0 إمضاء اللاعب المميز رحيم. كرة أمامية مباشرة في اتجاه التماس، الجماهير في المدرجات تبدع، نستمع، الجماهير في المدرجات تعطي هزيج خاصة لمقابلة اليوم. ياسي رحيمي، إبراهيم ياسي، كان خطأ، الحكم يعطي الامتياز، ممتاز الحكم عبد الرحيم اليعقوبي يعطي الامتياز، لا يريد أن يكسر إخاء وريتم مباراة اليوم. كرة ملعوبة من جديد على مستوى الخط الأمامي، تحضير الآن على مستوى الخط الأمامي، إمكانية التمرير، ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء. مازال أحد اللاعبين سقط على الأرضية، فأنا أتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. أنس زنيتي، عمر بوطيب يرجع الكرة للخلف، عبد الرحيم شاكير. البناء للعملية الهجومية الآن، قمتين هامتين، واحدة نتابع هنا بالملعب الأبجي هو مدينة الدار البيضاء بين الرجاء وخصمه في المواجهة فريق يوسف برشيد، والأخرى تجمع الوداد والفتح الرياضي الرباطي بالمركب الرياضي أو المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. كرة ملعوبة خط الوسط، التمرير والانطلاقة الهجومية، يختارون من يختارون، هشام التيك يحاول يمر ويمرر، ماذا يختار؟ يحضر كورتو، يرجع للخلف، الانطلاقة عن طريق حمزة مجاهد بهدوء
تتم عملية بناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريقي وصوفية برشيد، ولكن بعيد يونس رشيد على الصورة، بعيد استثمار الكرات في الخط الأمامي لم يكن بالشكل الجيد. 31 سنة يونس رشيد، لاعب السابق للكوكب الرياضي المراكشي قبل أن ينتقل لفريق يوسفية برشيد. أنس زنيتي غامر في اللحظة الماضية، مراوغة يونس رشيد نوعا ما كان بإمكانها تحمل الخطورة. تمريرة هشام التيك، فرصة يعود إبراهيم ياسي، يمشي ياسي يقوم بالتمريرة في الخط الأمامي، ولكن الأقرب هو الحارس شادلي. لقد لحد الساعة بنتيجة هدف واحد مقابل شيء، إنضاء سفيان الرحيمي الأسيست والتمريرة، تمريرة الهدف من جانب المتألق محسن يجور. تغيير كل الجهة اليسرى إلياس حداد. مباراة الذهاب كما قلت أيها الأحبة الكرام ثلاثة أهداف كاملة، واحد الرجاء من تمكن من تحقيق الانتصار. ذكريات الفريقين مع أن تعود إلى مواجهات سابقة في المنافسات الودية الإعدادية، وأيضا الدوري اللي كان أيضا خاص بالتشالنجر أو الدوري التحدي اللي كان بين الطرفين. غير ذلك فمن النادر مشاهدة مباراة بين فريق يوسفية برشيد وفريق الرجاء الرياضي في منافسة من منافسات الدوري الاحترافي حتى على مستوى كأس العرش. ما كانش هناك لقاء وصراع قوي بين الطرفين. على أين كرة ملعوبة من نياسي للجهة اليسرى، محاولة لبناء الانطلاقة الهجومية، كرة ممتازة شادلي بعد الكرة الأولى، الكرة الثانية أيوب ناحية رجع كورتو. تغيير كلي دائما للجهة اليسرى، الاعتماد على العرضيات والكرة المطولة. هنالك محاولة من جديد، محاولة من جديد، ولكن التغطية والاعتماد على الكرة المباشرة. يمشي سفيان يمرر، ولكن في آخر مطاف تغطية من جانب الدفاع. ضغط رجوي مستمر، ضغط رجوي مستمر في محاولة للوصول للمرمى وركن الكرة في الشباك، ولكن يبدو أن هنالك سمات دفاعية من جانب فريق يوسفية برشيد. الهجمة المرتدة مضادة الآن، الانطلاقة من الجهة اليسرى، محاولة عن طريق من؟ عن طريق زكريا فاتي. زكريا فاتي يحافظ على كورتو، يغير تماما لهيثم عينة. هيثم عينة ما يتسرعش لزكريا فاتي مرة أخرى، يحاول ينطلق ويطلب من هشام تيك أنه أيضا يأخذ الموقع متقدم باش أنه يعطيه إمداد هجوم. كرة ملعوبة مرة أخرى من جانب فريق يوسفية برشيد، الاعتماد على الانطلاقة الهجومية من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد مع إعداد الكرة وترويدها بشكل جيد. هيمنة في هذه اللحظات على الكرة، عودة لاعبي فريق الرجاء الرياضي للخلف لتأمين الهدف وفي نفس الوقت لإنهاء هذه الهجمة التي يبدو أنها وصلت للمسة رقم 19-20 الآن، وهي تسير لتكون لمسة ولمسات مستمرة متواصلة من جانب فريق يوسفية برشيد. شوف الهدف من بناء العملية الهجومية وطريقة بناء هذه الكرات. نعم محاولات مستمرة، نشاهدنا فرصة تصويبة ولكن مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. بناء عملية هجومية منسقة من جانب فريق يوسفية برشيد. أنس سنيتي فيما يظهر على الصورة مسجل الهدف الوحيد في المقابلة لحد الساعة، سوفيا رحيمي يتمكن من وضع الكرة في المرمى معلنا عن انطلاقة مهمة بشكل جيد. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، كاين خطأ يقول الحكم، مباراة يمكن أن تزداد إثارة وتشويق وحماس لتسجيل أهداف أخرى. يا سلام على صوت الجماهير في المدرجات وهي تمتع وهي تقدم أحلى هزيج مساندة الرجاء، بعض الجماهير المساندة لفريق يوسفية برشيد ينصى إلى الجميع في لون أخضر. ضربة خطأ عبد الرحيم شكير لاعب الرجاء الرياضي ولعب للجيش الملكي سابقا، ونحن نتابع كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء الرأسية بعد الخطورة تعود ليوم نناح، ينزل كورتو ديال الجيش سابقا يوم نناح
رشاد برنوسي 29 سنة كرة أمامية محاولة من نياسي نزل كورتو ضايعة عتيق شياب رجل التجربة والمخرم 36 سنة كما قلت عنده من الإمكانيات ما يجعله الأفضل والأحسن في العديد من المباريات. يقود يوسفية برشيد تدريبيا داخل رقعة الملعب يقول مدرب ثاني حكم الخبرة اللي ركناها منذ سنوات. كرة ملعوبة من جهة اليسرى صوفي رحيمي حول انطلاق يلعب كرة أمامية ممتازة في اتجاه عبد الله حفيدي حفيدي نزل كورتو حفيدي حمد على كورتو يبحث عن المساندة يرجع كورتو للخلف وطيب ياسي كورة عند نياسي غير تماما الجهة اليمنى عمر بطيب تمريرة جانبية من بن حليب اختيار هات من جديد عند هيثم عينا عينا يرفع كرة ديالو أمامية في الخط الأمامي لينزل من يونس رشيد يحاول يمر تمريرة ديالو بالمقاس ممتازة هذه في الخط الأمامي عن طريق محمد الفقي الفقي حاول يمر الفقي صوب ولكن كورتو كانت عندها تغطية أمام الخط الدفاعي اللي عرف كيفاش أنه وقف الكرة الفاضية الفقي اللاعب الذي تدرج في العديد من الأندية الوطنية لعب شباب المسيرة الكوكب الريالي مراكشي انتقل للجيش الملكي قبل أن يغير الوجهة ليكون لاعبا ليوسفية برشيد ينتبهون الخطا صور غايه في الروعه في المدرجات صور غايه في الروعه في المدرجات حديث اخر دفء اخر حماس كبير صراحه لنتابع مقابله مثيره وشيقه. مشكور زميلي خالد الجديد مخرج مباراه اليوم الذي ينقلنا بين الفين والاخرى للمدرجات وحديث المدرجات والصور الجميله هنالك في المدرجات. نحن نتابعوا كره بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب للاعب محسن يجور وكيف انه قام بتمريره منسقه رائعه لتاتي في اخر المطاف من صوفيا الرحيمي. كانت هذه الاعاده منذ انطلاقه الكره كيف كان الاسلوب معليش يا حسين شادي قام بالشيء الذي يجب القيام به ولكن الضغط الهجومي الذي فرضه فريق الرجاء الرياضي في مباراه اليوم صراحه كبير. هذه صور من البيرجيكو من الملعب ملعب البيرجيكو التي تختزل العديد من الاشياء حماس مستمر متدفق في مدرجات البيرجيكو يقدم اشياء عديده منها حماس اللاعبين ومنها ايضا اعلانا ومسانده لكل اللاعبين لكي يقدموا كل ما لديهم من صور قاعده الملعب فيما الانظار ستتجه ربما لتغيير مقبل وسنتابع من كان بالامكان الاعتماد على خدمات الامام عبيدي. علي 1-0 النتيجه التي نعيشها لحد الساعه ومر من زمن الشوط الاول 23 دقيقه كره ملعوبه اماميه رجويه كره مميزه ولكن الى خارج ارضيه الملعب عبد الاله حفيدي كان بامكانه ان يستخلص كورته امام ثلاثه ديال اللاعبين ولمس الكره ولكن لم تكن بفعاليه. شوف امام ثلاثه ديال اللاعبين لمس الكره خطوره خطوره على معترك فريق يوسفية برشيد. عبد الاله حفيدي لاعب اللي يمكن نقولوا بانه لاعب متحرك لاعب من الصعب ايقافه امام مجموعه من المدافعين. عبد الاله حفيدي بالاشاره سجل ثلاثه ديال الاهداف في دوري الاحتراف ثلاثه ديال الاهداف الان على مستوى خط الوسط. نذكر بانه هداف الدوري الاحترافي لحد الساعه هو المصاب لابا كوتشو الغائب عن مباريات النظريه الامريكانيه في المنافسات الافريقيه وايضا في البطوله الاحترافيه اتصالات المغرب. نتابع هذه الكره الجانبيه محاوله وابعاد للخطوره مباشره الى التمس 10 اهداف كما قلنا للابا كوتشو ولكن ما نساوش انه محسن ياجور 9 اهداف محسن ياجور لو انه يسجل في مباراه اليوم سيناصف بذلك لاباكوتشو. متابعونا كره اماميه من جانب فريق يوسفية برشيد يوسفية ايضا لاعبين متمكنين بامكانهم الوصول
للمرمى، تبعد للمحاولة، فرصة إمكانية للتمرير الجانبي تمرنا، وفي آخر مطاف مباشرة صوب التماس. نعم يوسف برشيد عندهم اللاعب المتألق رمضو ديمبيلي اللي كان سجل ثلاث أهداف آخر في دوري الاحتراف اتصال المغرب. كرة أمامية، محاولة إمكانية التمرير الجانبي، ولكن هنالك تغطية وزاوية يقول الحكم، زاوية من الجهة اليسرى للحارس أنس أزنيتي صديقي، يضغط على لاعبيه باش أنهم يرجعوا في المقابلة. لابد أن تكون هنالك ردة فعل، ردة فعل مطلوبة، كلما طالت كلما الرجاء. آخر زمام المباراة، كرة ممتازة أمامية، محاولة إمكانية المرور، سفيان الرحيمي يحصل على مخالفة، يحصل على مخالفة، لاعب صراحة أنيق متحرك، يلعب في الدفاع، يلعب في الهجوم، يلعب في أي مكان على الصورة، عنده ميكانيزمات خاصة. وهداف طراز رفيع وضع الكرة في المرمى معلنا الهدف الأول في هذه المواجهة. سفيان الرحيمي يبقى لاعبا متمكنا، كان عنده هدف وحيد في دوري احتراف اتصال المغرب، الان اضاف هدف بالتالي هدفين. هذا شيء كره اماميه تصويبه، ولكن الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. محمد الفقيه كارترون والنظرات والمتابعه والانتظارات ايضا في مباراة اليوم ومباريات مقبلة. أنس أزنيتي بمرمى نظيفة لحد الساعة. إذن ضربة مرمى تنفذ من أنس أزنيتي، يلعب كورتو في الخط الأمامي. ذكر هذه الأثناء أيضا هنالك مواجهة قوية بين الفتح الرياضي الرباطي والوداد الرياضي في المجمع الرياضي من مولاي عبد الله بمدينة الرباط. ونذكر أيضا أن في الساعة السادسة التقاء الدفاع الحسن الجديد والنهضة الرياضية البركانية في مقابلة قوية وشيقة تلقوا عبر القناة الرياضية في بث مباشر. تعليق زميلي سفيان الرشيدي، كرة ملعوبة الآن في الخط الأمامي، تحضير في خط الوسط، نياسي هذا النناح غير من مسار الكرة، حاولت المرور، الحكم يقول هنالك مخالفة. تمرير الجهة اليمنى، رفع الكرة مستوى الخط الامامي، امكانيه ضربه مقص هوائيه، ولكن يبدو ان هنالك تقييم جانب الرجاء. رجعت من جديد عبد الله حفيدي، حفيدي كاين تسلل، كان واضح التسلل من خلال انطلاقه هذه الكره وهذه العمليه الهجوميه. اداء على مستوى رفع في الملعب مادة كينزل مقارنه بالحناجر التي لم يهدأ لها بال منذ انطلاقه هذه المواجهه للجماهير في المدرجه. نعم منطقة الجزاء، ثم يعقوبي عبد الرحيم يقول ما كاينش نتيجة. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، إعادة الكرة للخلف مباشرة عند الحارس حسين شادلي. حسين شادلي ما يتسرعش، اختار الجهة اليسرى وفي آخر المطاف للتماس، ونفذ التماس. شاكير ضائعة، تغطية دفاعية من محمد أيمن السليل، إخراج الكرة عن طريق هيثم عينة، تغيير كلي للجهة اليسرى، تضييع من أقدام محمد الفقيه، هجمة مرتدة مضادة رجوية، تصويبة ممتازة ممتازة، كان بالإمكان أن تكون في المرمى. محسن يجور يبحث عن هدف آخر، ونشاهد الطريقة، الإنزال، محسن يجور كان يبحث عن الهدف العاشر في دوري الاحتراف اتصالات المغرب، عنده 9 أهداف لحد الساعة. كرة أمامية، تغطية تعود مرة أخرى لتكون بين أقدام عناصر فريق
اليوسفية، يوسف برشيد، كرة من الجهة اليمنى، محاولة ممتازة لنالك غلبة عددية، ولكن إبعاد الكرة الماضية من يونس رشيد أضاع فرصة سانحة إن صح التعبير من جانب عناصر فريق يوسف برشيد. إنزال والكرة الجهة اليسرى، هنا هيتم يحاول يمر آخر مطاف إلى التماس، هذا محسن يجور الكابيتان والعميد صاحب الحضور القوي في مونديال الشباب 2005 بتشكيلة مثالية رفقة تبكرين، رفقة الزار، رفقة محمد أمين بركادي، والمدرب أنذاك، نعم المدرب فتحي جمال الذي قاد تشكيلة الهامة للمنتخب الوطني للشباب الذي بصم على مشوار رائع ومميز. للأسف تشكيلة لم يحافظ عليها بشكل المناسب على اعتبار أنه كان ممكن أن يكون خير خلف الخير سلف، ولكن هكذا شاف الأقدار. كل لاعب في يعني في نادي وفي فريق ما تمشي الاحتفال بتشكيلة رائعة اللي كان بإمكاننا، لما لا المنتخب اللي وصل نصف نهائي كأس العالم كان بإمكانه يقدم نفسه بشكل أحسن وأفضل. على عين ضربة خطأ، خروج من بوابة نيجيريا الشقيق القوي المثير بخيرة الأسماء، مونديال اللي عرف ايضا نزوغ نجوم كثر من بينهم ميسي. هذا محسن ياجور، انتبهوا هنا محمد رفقي والطريقه اللي كان من خلالها ازاحه الكره ثم التصويبه الرائعه. ننوي ايضا بالحارس حسين شادي الذي قدم تغطيه مناسبه ورائعه، كره ممتازه كان بامكانها ان تخلق المفاجأة للحارس حسين شادي، تألق رائع، والحراس المغاربة يتألقون دائما ويقدمون عروضا رائعة. اليوم مباراة ريال مدريد جيرونا يتألق ياسين بولو والذي قدم مباراة مثالية وصد العديد من الكرات. نحن نتابع هذه الكرة مباشرة داخل منطقة الجزاء، إمكانية لوضع الكرة في المرمى ولكن في آخر مطاف لم تقدم أي شيء. الآن على مستوى خط دفاعي، الانطلاق الآن من جانب عناصر فريق يوسف برشيد يبحثون عن العودة في المباراة، متأخرين بهدف واحد مقابل شيء، أمر بإمكانه أن يكون مؤرقا مع مرور الوقت بالنسبة لعناصر فريق يوسف برشيد. هذه محاولة للتصويب ولكن ترتطم بأحد اللاعبين ومباشرة للزاوية، زاوية لليوسفية على الصورة يظهر حمزة مجاهد، هذا حمزة مجاهد، هذا خط الوسط والعناصر التي تم الاحتفاظ بها تشكيل فريق يوسف برشيد. نتابع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع إلى حفيدي، آخر مطاف للتماس، يوسف برشيد بدأ يحقق بعض المساحة والمسافة في الخط الأمامي وبالتالي بإمكانه أنه يخلق الفارق. جانب من جمال يوسف برشيد التي أتت لمناصرة ناديا في مواجهة اليوم ملعب لابشيبو، كرة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء، يونس رشيد الحكم يدخل ويقول هنالك مخالفة، مخالفة لصالح فريق يوسف برشيد على ما اعتقد. غنشاهدوا القرار ديال الحكم، حنا كنتابعوا هنا الطريقة ديال المرور والوصول للكرة، عمر بوطيب حاول ياخذ الكرة الماضية، إذا كرة لفريق الرجاء الرياضي. شاهدوا هنا جماهير يوسف برشيد التي أتت لمساندة ناديها في هذه المواجهة. جولة 18 عطت منافسة حادة بالنسبة لأسفل الحتة، أغلب المباريات كانت مباريات كل تبغى مباريات سد، نظرا لتموقع الفرق، نظرا للضغط الكبير على الفرق. كوكب الرياضي مراكشي للأسف لم يستفيد من الجولة. لماذا نقول للأسف؟ لأنه فعلا عرقت نادي كبير، وبالتالي كل فرق
حينما تشارك أصوات التصويت لا تستحق النظر لما قدمته لسنوات طويلة. استمع معي عزيزي المشاهد للمدرجات التي يبدو أنها لم يهدأ لها بل منذ انطلاقة هذه المواجهة بهزيج غير منقطع. كرة أمامية محاولة في اتجاه عمر مطيب، عودة للسلم الترتيبي فيما بعد نحن نتابع هذه الكرة. إنزال تصويبة عبد الله حفيدي يضيع ما لا يضيع. كرة كان بإمكانها أن تكون في المرمى ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أسوار ملعب لابجي جول. شاد الطريقة الإنزال بهذه الطريقة ولكن هوائية إلى خارج أرضية الملعب. تحدثنا على الكوكب الرياضي مراكشي المركز رقم 16 في الدوري الاحترافي، المركز الأخير بعد 18 مباراة، 16 نقطة، حصد 10 هزائم، أكبر الفرق الوطنية المغربية في الموسم الحالي لدوري الاحترافي انتصارة المغرب التي حصدت أكبر عدد من الهزائم، 10 هزائم. بالتالي نتحدث عن مقابلات كثيرة ضاعت فيها نقاط. 16 نقطة. المركز رقم 15 شباب الريف الحسيمي 19 نقطة. وحينما نقول مركز رقم 15 الحديث هنا عن فارق النقاط، لأن شباب الريف الحسيمي لديه فارق 13 هدف، بالتالي طموحاته كبيرة لتجاوز ذلك، خاصة أنه لديه مباراة مؤجلة، وبالتالي يريد الخروج من المنطقة المكهربة التي يشتعل فيها المصباح الأحمر وبشكل واهج وبكثرة. فريق شباب الريف الحسيمي في المركز رقم 15 منصفة، أو المركز رقم 13 منصفة مع سيدي واتزم المغرب التطواني. وشباب الريف الحسيمي هذه الفرق لديها 19 نقطة مقابلة واحدة تغير الشيء الكثير في المباريات نعم المقبلة. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط. محاولة الآن على مستوى خط الأمامي. تحذير من جديد. إمكانية الانطلاق ولكن في آخر المطاف إلى خارج أرضية الملعب. الجولة الأولى تسير لتنتهي نتيجة 1-0. نعيش دقيقة 38. نيبيا في انتظار أن يرتقي اللقاء على مستوى اللعب ما هو أفضل وأحسن. نتمنى أن تكون هناك محاولات أكثر، بالتالي تكون هناك أهداف بكثرة. كرة جاية اليسرى، تمرير، وفي آخر مطاف حسين شادلي يتمكن من كورته. هذه محاولة من جديد للرجوية، محسن ياجور يبحث عن المرور، كرة ممتازة خاطفة بإمكانها تحمل جديد والحارس يتمكن من إنقاذ الموقف. حسين شادلي نعم محسن ياجور يخطف الكرة، كان بإمكانها تحمل الجديد ولكن هنالك حارس متألق أيضا اللي كان في تموضع مناسب، الحكم يعطي الامتياز. كرة ليوسفية، يوسفية برشيد، تمرير من الجهة اليمنى، إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء بعيدة بعض الشيء، كان بإمكان أن تحمل الجديد ولكن بعيدة بعض الشيء. شيء لم يتمكن من الكرة الماضية اللاعب اليوسفي يوسف شنينا، وبالتالي ضاعت الكرة. شاهد هنا محسن يجور التمريرة، ثم بعد ذلك الحارس اللي كانت عنده قراءة رائعة وجيدة، كان بإمكان أن تعطي الجديد. هذا سوفي رحيمي، تمرير بالمقاس، كرة من جديد رجوية داخل منطقة الجزاء، أيوب نناح ولكن كورته بالرأس إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. جولة رقم 18 التي تسير لتسكو ستارها من خلال مباراة مرتقبة، أيضا المباراة المرتقبة يوم الاثنين بين حسني ثاقدير وفريق الجيش الملكي، لقاء لن يكون سهلا اعتبارا أن
الفريقان معا سيقدم كل ما لديهما. الفريق حسني تقدير الذي يمكن أن أقول أنه دخل في بعض النتائج الغير مرضية، ذاك ما صرح به المدرب ناموندي غير مقتنع بالنتائج المحصلة. أخيرا تعادل في آخر أنفاس المقابلة، تخيلوا في الوقت بدل ضائع يوسف يتبرشيد ومن ضربة خطأ ثابتة يأتي بهدف التعادل. كان ثلاث نقاط 100% للحسني. نشاهد هنا محاولة أمامية والبحث عن ضربة خطأ قريبة من منطقة الجزاء. قلت مقابلة لم يكن أحد يتوقع ذلك السيناريو حينما عاد فريق يوسف البرشيد وسجل هدفا، هدف التعادل نزل كقطعة ثلج باردة نعم في ملعب أكادير الكبير. ونحن نتابع كرة ممتازة، كرة مميزة، مطالبة بضربة جزاء، مطالبة بضربة جزاء من محمد الفقي. كرة كان بإمكانها أن تكون في المرمى. الإنذار سيأتي من جانب عبد الرحيم اليعقوبي في حق من؟ في حق اللاعب الفقي أعتقد، على اعتبار أن هنالك مطالبة بإلحاح، بإلحاح على أن هنالك خطأ في الكرة الماضية. هذا اللاعب محمد أمين سديل هو اللي حصل على بطاقة صفراء. وحنا نشاهدوا الإعادة، طريقة ديال التمرير من الفقي. هنا الكرة، هنا الكرة كان فيها مطالبة بضربة جزاء. شاهدونا من زاوية أخرى، يعني اللاعبين ديال فريق يوسفية كانوا يبحثون عن كرة داخل منطقة الجزاء. إذا بطاقة صفراء لمحمد أيمن سديل. كرة من جديد في الخط الأمامي، التغطية من جانب الدفاع، نسير لنهاية الجولة الأولى في أقل من أربع دقائق لنهاية الوقت القانوني. الجولة الأولى، الجولة الأولى لم تعرف توقفات كثيرة. كنت أتحدث أيها الأحبة الكرام قبل لحظات عن مباراة حسني تقدير وفريق الجيش الملكي. قلت الحسنية اللي كان بإمكانه يخطف النقاط الثلاثة أمام يوسف البرشيد، وبعد ذلك كان عنده لقاء مهم. احنا نتابع له كرة تصويبه ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كان عنده لقاء مهم مع فريق النظرية البركانية على مستوى منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، مواجهة لم يتمكن من خلالها فريق الحسنية من خطف ولا نقطة، وبالتالي يتواجد في الصف الأخير فاسح المجال للنظري لبركاني في المركز الأول، ثم الرجاء وفريق أوتولول اللي احتل المركز الثالث. نتابع هذه المحاولة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي من جانب فريق يوسفية برشيد. تمرير الجهة اليسرى كانت بعيدة بعض الشيء. نعيش على إيقاع النتيجة المسجلة 1-0 هنا بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط ملعب الأبجيغو، فيما مباراة الفتح الرياضي الرباطي وفريق الوداد الرياضي 0-0. النتيجة المحققة لحد الساعة. عبد الرحيم اليعقوبي يعلن على ضربة خطأ لصالح فريق يوسفية برشيد. ضربة خطأ من هذه الزاوية نوعا ما تشكل خطورة على معترك الحارس أنس زنيتي. الجهة اليمنى للحارس أنس زنيتي. الفقي في حوار مع الحكم عبد الرحيم اليعقوبي. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، راسية يبعد للخطورة، التصويب هل يأتي؟ هناك إعادة الكرة للخلف بشكل كبير. كرة لفريق يوسفية برشيد، إمكانية الاختراق، تصويب والحارس في المكان المناسب يتمكن من إيقاف هذه الكرة. نعم أنس زنيتي بالمرصاد وفي المكان المناسب. احنا نتابعوا كرة من جديد في خط الوسط، الانطلاقة الهجومية، حاول مرة أخرى من الجهة اليسرى عن طريق زكريا فاتي. عنده الكرة، مهارات جيدة عند اللاعبين فريق يوسف البرشيد صراحة وللأمانة. إذا آخر أنفاس الجولة، الجولة الأولى. شاهدونا تمريرة تحضير
إمكانية التصويب المباشر. نتابع هذه فرصة مناسبة، ولكن في آخر مطاف هنالك تغطية من جانب الدفاع، رجعت مجد يوسف برشيد الذي يضغط بقوة في آخر أنفاس الجولة الأولى، كرة من الجل يسرى ومحاولة نجل اختراق ودخول داخل منطقة الجزاء عن طريق هشام التايك، ولكن لم يكن ناجحا في العبور الماضي. أحد العناصر المشاغبة خط الأمامي عفوا كرة إذن من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. دقيقة واحدة يضيف الحكم كوقت بدل ضائع، دقيقة واحدة ويصدر الستار على الجولة الأولى من عمر هذه المواجهة، الجولة التي قدمت هدف من جانب اللاعب سفيان رحيمي من خلال الاسيست والتمريرة المميزة من جانب محسن يجور. غير ذلك مباراة يمكن نقول بأنه لم تبح بكامل أسرارها في انتظار الجولة الثانية التي نتمنى أن تكون أفضل وأحسن بكثير. كرة في الخط الأمامي مرة أخرى، تغطية والحكم يدخل يعلن على مخالفة لفريق يوسف برشيد لإغلاق المنافذ منذ تسجيل الهدف الأول، إغلاق كافة المنافذ. محمد الفقيه يعود لاستئناف هذه المواجهة، شاهد هنا تدخل للاعب رمان ياسي، الكرة اليوسفية إمكانية التمرير داخل منطقة الجزاء، ولكن في آخر مطاف إلى أنس زنيتي. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم السيد عبد الرحيم اليعقوبي على نهاية تفاصيل الجولة الأولى. إذا كانوا غادي يجي